أبي. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. واو، انظروا، هذه صورة عائلتنا. دخول زوجة الأب. ها؟ تحتاجون سكينا لنفصل الأم من الصورة. لدي شيء أفضل. هذا أفضل. نحن عائلة. قولي وداعا لأمك. لا لا. أوه، يحكني جدا. أعطني هذا. نقطع الساق. حصلت على ما أحتاجه. لقد كسرتها. زوجة أبي لديها أذن قذرة. هذا سيعمل. أو نعم، مرضية جدا. هذه قطعة كبيرة. حسنا، هذا كل شيء. دميتي المفضلة دمرت. أو عزيزتي، ودعيني أرى ما إذا كان بإمكاني فعل شيء بشأنها. أولا، لنخلع ملابس باربي. نستخدم قلما ثلاثي الأبعاد لرسم شيء لطيف هنا. شريط لاصق لربط ساقيها، وبثم جعلها أكثر ملونة. يمكننا أن نصنع بعض الزعانف ثلاثية الأبعاد أيضا. بعض المزيد من الزعانف هنا وهناك، ونضعهم على الأرجل المقيدة عندما ننتهي. بعض اللمسات الأخيرة والتألق. انتهينا. الآن لديك حرية البحر باربي، مثل لعبة جديدة تماما. واو، شكرا لك أمي. واحد، اثنين، ثلاثة. أخيرا. أولى، المرحاض تعطل. هل سوف يتدفق الماء في المرحاض؟ مستحيل، إنه يفيض. ساعدوني. ما الأمر يا عزيزتي؟ أعتقد أنه معطل. أوه، لقد كسرته. أصلحيه. هذا صحيح عزيزتي، يمكنك فعلها. ها؟ لا يمكنها معاملتها بهذه الطريقة. لنعلمها درسا. الرذاذ أرسل زوجة الأم إلى عالم الأحلام. أنت لا محية، لكن ليس حقا. لننظفك. لا أحد يمكنه فعل هذا لابنتي. إذا بينما هي في غيبوبة، سأستخدم شعرها المستعار بشكل جيد. ليس سهلا كما ظننت. آمل أن يفتح هذا المرحاض. واو، الماء يتدفق. لقد فعلتها أمي. لم ننتهي بعد. نراعي دائما ما ليس لنا. لنذهب. ها؟ النحل يطارد زوجة الأب. مخلوقات مزعجة. لا، ابتعدوا عني أيها النحل. مضحكة. أوه، حصلت على بعض العسل على قفازي. أوه، لذيذ. أراك لاحقا عزيزتي. أمك هنا. لننقذ. هذا الدخان سيبعد النحل. لا تقلقي، أعتقد أنهم رحلوا. طفلتي المسكينة. انظري، وجهك مليء بلدغات النحل. هذا لا يبدو جيدا. هذا بالتأكيد حالة طبية طارئة. إليك حقيبة الإسعافات الأولية الموثوقة لأمك. لنلقي نظرة. إنه جهاز شافت. هذا سيسحب لدغات النحل بأمان. شيء على لساني. ها نحن ذا، كلها ذهبت. أفضل؟ نعم أمي. أوه يا عزيزتي. لا 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 لا، ارتدي هذه النعال. أوه، أشعر بالحكة. أوه، كم هي كثيفة. من الجيد أن لدي شريط شمع جاهز. سأضعه بلطف هكذا و تدا. انظروا إلى هذا، وداعا للشعر تحت الإبط. ها، هذا الحمام قذر جدا. الأوساخ والفوضى في كل مكان. هيا يا طفلة، نظفي هذا الحمام من أجلي. حسنا، المواد موجودة. بسرعة نظفي. أراك لاحقا عزيزتي. لكن لماذا أنا؟
تفعل هذا لي؟ أشتاق إلى أمي. حبيبتي، أمك هنا. هذا لوالدي، زوجة أبي تريد مني تنظيف هذا الحمام. حسناً، هل تعرفين ماذا أفكر؟ لنبدأ التنظيف. أولاً، استخدم الإسفنج لتنظيف الانتكابات. ما هذا؟ انظري إلى هذه كتلة الشعر، تسد المصرف. الصبغ على الحوض أيضاً. لنستمر في الفرك حتى يصبح كل شيء نظيفاً ولامعاً. بمساعدة أمك، عاد الحمام إلى مجده السابق. تم كل شيء. لقد فعلناها أمي. لحظة، سأفعل شيئاً. هذا معجون الأسنان الخاص بزوجة أبيك، صحيح؟ ما رأيك أن نضع بعض الصبغ فيه؟ هيا بنا. أوه، نظيف جداً بالفعل. هذا رائع، حان وقت تنظيف أسناني. واو، هل هذا سني؟ سأشارك هذا على إنستغرام. أولى حليبي، لابتوب ثمين. أوه، أيتها المخلوقة اللامبالية، انظري ماذا فعلت. أنا آسفة. ابقي هنا في القابو، لا يمكنك إفساد أي شيء هنا. لكنه مخيف جدا هنا. ما هذا؟ صراصير؟ ماذا يمكن أن يكون هنا؟ ها؟ ثعبان؟ ماذا يحدث؟ ساعدوني. إنها أنا فقط حبيبتي. أمي، إنها أنت. أوه، حسناً، إليك ما سنفعله. مرحباً، كوني حذرة مع الثعبان. حسناً، الآن لننظف المكان. لنضع بعض الأشياء الوردية الممتعة التي تحبينها. بعض الأضواء هنا، أليس هذا ممتعاً؟ يا إلهي، إنها قادمة، يجب أن أذهب للاختباء الآن. أسرعي أمي. ودان، ما هذا الضجيج الذي أسمعه؟ أنت يا صغيرة. عزيزتي، هل تستمتعان؟ قمنا بتجديد المكان بطريقة جميلة عزيزي. ها هو المفضل لديك، صنع بحب. واو، كوكيز الشوكولاتة، أحبها. شكرا أمي، ولكن هذا مجرد ذكرى. هذا كل ما تركه حب أمي في هذا المنزل. كوكيز لي؟ لكن هذا لي. أيتها المسكينة. حسناً، جرب اختصاص زوجة أبيك. معكرونة مع ديدان؟ لا، أمي دائماً تعطيني الأفضل، أشتاق لها. حبيبتي الصغيرة، لدي فكرة. سأخيط هذا الكوكيز باستخدام إبرة وخيط. عقد الكوكيز عزيزتي. مرحباً. سأدخل الآن. ها هنا، ارتدي هذا. يمكنك الآن تناول الكوكيز في أي وقت. لذيذ، أنت أفضل أمي. أحبك حبيبتي، يجب أن أذهب الآن. وداعاً. وداعاً أمي. أحبه. أوه، ذهب وأشياء جميلة، لا تخبروا أحداً. سأخذ بعض الأشياء وأكثر. ماذا تفعل زوجة أبي؟ أوه لا، أنت تسرقين. هناك لص هنا. أخفضي صوتك. ها، خذيها كلها، أنت السبب فيها. انظر من قمت بالقبض عليها، ابنتك الجميلة. ليس أنا أبي. انظر، حتى تكذب. يجب عليك أن تفعل شيئاً حيال هذا عزيزي. تعلمين أن هذا سيء، لقد تركتني بلا خيار سوى الاتصال بالشرطة. حدثت سرقة في بيتي. من فضلك اهدئي يا طفلة الشيطان. أوه نعم، ضابط شرطة، من فضلك خذيها إلى الحجز الآن، سأكون سعيدة بذلك. من فضلك لا تعتقليني. أنت معتقلة، لديك الحق في الصمت.
ها؟ أنت أخطأت الشخص يا ضابط. في الواقع لقد فهمت الأمور بشكل صحيح. مرحباً أمي. انظروا، هذه الكاميرا السرية ستكشف الحقيقة. لقد كنتم مراقبون. هل يجب أن نشاهد الأدلة معاً؟ كلها تشير إليك. أوه لا، كنت تسرقين من الدرج، وعندما رأتك ابنتنا لقمتها. أبوها اتصل بي عن طريق الخطأ. سأتصل بالشرطة مجدداً. تقرير عن سرقة. عزيزي لا. سيدي، وشكراً لك سيدتي لأنك كنت جاسوسة للتبع أكثر المطلوبين لدى الشرطة. أنت سوف تأتين معي الآن. أوه لا، لن أذهب. لا اتركني. وداعاً. هل ستعطينا فرصة أخرى؟ أنا آسف جداً. يمكننا أن نبدأ من جديد. أحبكم يا رفاق. وأسرتي كاملة مرة أخرى. شاهد المزيد من ميغان. انتبهوا لطريقك. كاميرا أخبرتك ألا تراسلي أثناء المشي. لقد خيبت ظني. أعلم يا أمي، آسفة. نظفي. حسناً. حتى الأمهات الطيبات يمكن أن يكن أحياناً صارمات للغاية. أوه لا، إيميلي احترسي. ماذا فعلت؟ أنا أمزح. انظري، يمكنني فعل ذلك أيضاً. من يهتم؟ ميغان تنتظرها مفاجأة عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد. شكرا يا أمي. أي شيء من أجلك. جينا، أعتقد أن شيئا ما يحترق. أوه لا، لقد احترقت. تفضل يا عزيزتي. لكنها قطعة فخر. حسنا، كما يقولون الفكرة هي المهمة. اختبئ. وقت الفيلم. في هذه الأثناء قررت إيميلي عمل مقلب بوالدتها أيضاً. هل لديك بعض الحلويات؟ ها؟ لا يبدو أن والدتها خائفة إلى هذا الحد. هل تستطيعين أن تمسكي يدي لثانية؟ هل تمانعين؟ أنا أشاهد فيلماً. ماذا؟ إذن من قام بعمل مقلب بمن؟ ميغان لديها مفاجأة صباحية حلوة. هذا لي؟ بالطبع يا عزيزتي. تطائر عصير البرتقال لتحصلي على الفيتامينات. شكرا يا أمي، أنت الأفضل. في هذه الأثناء لا تستيقظ إيميلي بالضبط على رائحة الإفطار في سريرها. إنهم يساعدوني في التنظيف. ولكن هذا الوقت بكير جدا. يجب تنظيف كل شيء. هذا حب عنيف يا زينة. ميغان وأمها تشاهدان فيلما معا، لكن الوقت يتأخر. حبيبتي، دعيني أعتني بك. أرجوك للأعلى. صورتك للبطانية الآن. ويمكن لطفلة النوم الآن. أحلام سعيدة. إيميلي ووالدتها تبكوان أيضاً.
خذي يا عزيزتي. انتظري، لقد زي غداءك. أوه واو، هذا يبدو لذيذاً. وشاطك الداخل وقبعتك. حسناً حسناً، شكراً يا أمي. وداعاً يا صغيرتي الجميلة. أمي أنا أتضور جوعاً. خذي هذا قطعتين. ماذا؟ اطبخي شيئا بنفسك إذا أردتِ. لا تحبين الطبخ، أليس كذلك يا جينا؟ أحب العودة إلى منزلي النظيف. ما الذي على التلفاز؟ الأم الطيبة تحولت إلى الأم السيئة. ليس لديها ذوق في اللبس صراحة. أمي مهلا، أعطي هذا. ماذا؟ اذهبي إلى غرفتك. كل هذا لي. ماذا يجد على التلفاز؟ لماذا كل شيء فضعي جدا؟ سأقوم بالتنظيف. حان وقت ال... ما هذه الملابس؟ وهناك قمامة في كل مكان. الأم الجيدة ستقوم بالتنظيف. وتحولت الأم السيئة إلى طيبة. تقومين بالتنظيف؟ نعم، هل تريدين مساعدتي؟ الآن يمكن الاسترخاء. من رتب الغرفة؟ هذا يعني عمل أقل بالنسبة لي. وها قد عادتا إلى ذواتهما المعتادة. والدتهم ميغان مسؤولة للغاية عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأطباق. كل شيء يجب تنظيفه على الفور. كل شيء يذهب إلى مكانه المخصص. كيف امتلأت بهذه السرعة مجددا؟ حسنا، أعتقد أنني سأنظف مجددا. ماذا عن شراء غسالة صحون؟ مرحباً يا والدة إيميلي، هل نسي أحدهم تنظيف الأطباق الليلة الماضية؟ ماذا؟ أنا أعرف. إنها ترمي كل شيء في كيس المهملات. هل أنت متأكدة من أنها فكرة رائعة؟ قد تحتاجين لهذه الأشياء لاحقاً من أجل الطبخ. حسناً، كما ترغبين. عزيزتي، ما رأيك؟ يبدو جميلاً. لا، أنت محقة، يبدو قبيحاً. ماذا عن هذا؟ تستغرقين طويلاً. صاحب قيلولة. أنت لا تعتقدين أنني جميلة. أمي، أنت الأجمل. أريني المزيد من الفساتين. شكراً لك يا ابنتي. واو جينا، هذه فكرة عبقرية. مرحبا يا أمي. هذا رائع جدا، سوف يناسبك اللون الأزرق. يبدو الوشم جميلا جدا. ما هذا؟
وشم. أوه لا لا أمي، انتظري، إنه مجرد وشم مؤقت. أرأيتي؟ أوه هذا جيد. في هذه الحالة أريد واحدا أيضا. حسنا، دعيني أضع لك نفس وشمي. أعتقد أنه جاهز. جميل جدا. أجل. تدا، اختاري واحدا. أوه لا، لا أريد أي من هذا. أوه هيا، إنها هدية عيد ميلادك، أمتأكدة؟ حسنا، أريد هذا. حسنا، لنفعل هذا. حسنا، لنفعل هذا. أتعلمين ماذا؟ انتظري لحظة. هذا لن يؤذي، هذا لن يؤذي. ها هو وشمك. يا إلهي، إنه لك. كلب لطيف. أتريدين هذا الفل؟ أجل هذا. شكرا لك. أدخلي هيا. أنشاهد هذا؟ لا، بل سنشاهده. أريد ذلك الفيلم. هذا فيلم للأطفال. لا تتأني، فلندخل. جميل، أتريدين البطاطا المقلية؟ لا، من أسبوعين قبل أن يعثروا على الجثة. أوه لا، ماذا يجد في القابور؟ أظنني س... أذهب. أعتقد أن أحداً لم يرني. لا شيء يستطيع التغلب على قوة الصداقة. يا إلهي، هذا لطيف جداً. أليس كذلك؟ واو، أنا أحب هذا. إلى أين ذهبت؟ سأعلمها كيف تستمع لكلامي. أنت، إنه خطأك دائما. فلنلون هنا. ما هذا؟ الرسومات في كل مكان. هذه الفوضى غير مقبولة يا ابنتي. آه بالطبع، سأقوم بتنظيف كل شيء. انتهيت. فتاة جيدة، ها هي جائزتك. شوكولاتة، شكرا لك. أحب هذه الرسومات. ماذا؟ ماذا هناك؟ ما هذا؟ لا أدري. انتظري. مهلا، كنت أرسم. لا، سنقوم بشيء أفضل الآن. انظري لهذا. واو، دوري الآن. مجدداً. بالتأكيد. أوتش. أوه لا، أنا آسفة جداً يا عزيزتي. ستكونين بخير قريباً. أوه جميل. ممل. شكراً لك. أحسنت يا ابنتي. ياي، كان ذلك جيدا. آه بالطبع. حسنا يا ابنتي، حان دورك. لكن حسنا، فلنبدأ. أوه يا إلهي، هذه ليست موسيقى. يجب أن أتصرف. انتظري لحظة، ربما الكمان ليس أداتك. خذي هذا، وسأخذ أنا الجيتار. حسناً، ثلاثة، اثنان، واحد، انطلقي. هذا جميل. هذا غير متوقع. ووهو.
إليكم هذه المشروبات. ماذا يحدث؟ أظن أن مكبرات الصوت تعطلت. يا إلهي، هذا سيء. فليهرب الجميع. كيف كان الامتحان؟ جيد. أرني. هيا. لا. حسناً. حسناً، اهدئي، اهدئي. اجلسي يا عزيزتي، لنرى ما يمكن أن نتعلمه من هذا. قلم، تفضلي. إذن، معادلة الكتلة هي كوزا ماكريب. مرحباً يا أمي، ما هذا؟ F ماينس؟ غير معقول، لا أدري، إنها المدرسة. حسناً، لنذهب إلى هناك. لنذهب. يا إلهي، حسناً، لا بأس، نحن بخير. حسناً، إذن هذه هي درجاتك. آه، هذا ليس جيداً. دعونا نصلحها. A بلس على الجميع. شكراً. انتظري. شيء آخر، لطالما أردت أن أفعل هذا. هيا لنهرب. لنرى إذا كنت سوف تسقطين في المرحاض. أوه لا، لقد وقعت. أمي، سقطت باربي. ارفعيها من فضلك. لا يا عزيزتي، فلنتخلص منها فقط. هناك. ولكنني أحب هذه الدمية. سوف تعجبك هذه أكثر. باربي جديدة ونظيفة. فلنفتحها ونرى. رائع، باربي حرية البحر. أمسكي بهذه. هناك مفاجآت أكثر قادمة. الآن اغمسيها في الماء وانتظري. رائع، تغير لونها. أحب اللون الأرجواني. ويمكنك إضافة بعض الزعانف والثلج أيضا. جميلة، أليس كذلك؟ لا 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 لا. ماذا؟ ما هذا؟ ساعدوني. ما هذا؟ هل تعتقدين أننا يمكننا إنقاذها يا أمي؟ آه، قادرة. ربما نتمكن من إنقاذها. نلف ساقها بشريط لاصق. سوف تتحول إلى حورية بحر رائعة في وقت قصير. ها هي. ما رأيك؟ أحببتها. ما الذي يعجبك أكثر؟ لنتحقق. يبدو أن لدينا موقفا لزجا هنا. لدي الحل. لا تلعبين بالمخاط. فهمت. ماذا عن لعبة مخاطية تماما مثلي؟ لنرى ما بداخلها. مخاط يا باربي. الآن نضع دماغه ونتأكد من أن المخاط متماسك. ياي. أليس ذلك ممتعاً؟ أمي لديها الكثير من المخاط. يبدو مثل الآيس كريم الناعم. لكنه يبدو لذيذاً. لماذا تأكلين ذلك؟ ماذا؟ لا! ما خطبك؟ أنا أعرف، ترغبين في اللعب بالمخاط. نمزج مزيجاً من الغراء وبيكربونات الصوديوم ومحلول العدسات في وعاء. نمزجه جيداً. الآن باستخدام بعض الحيل اليدوية الخاصة بنا، نضع المخاط في وعاء زجاجي محكم الغلق ونزينه.
انظري ماذا لدي لك. رائع، وخاص أرجواني لامع. كريم جدا. ويمكنك إدخال مخاط اليونيكورن من هذه الفتحة. ما هي اللعبة التي تفضلونها؟ أمواس حلاقة. هذه ليست ألعاباً. ماذا تفعلون؟ أو لا، أرى أمي تفعل ذلك، لماذا لا أجرب؟ إنها ليست فكرة جيدة. دم أمي! يا أمهات، يجب ألا تتركوا الأشياء الخطيرة بدون مراقبة. ألا يجب عليك تنظيف ذلك أولاً؟ أنا مشغولة، لكن يمكنني أن أعطيك لعبة. السعادة سوف تجعلك تنسي ألمك. لعبة الدجاجة. انظروا، ريشها ينمو. تأتي مع موس حلاقة للعب. آمنة وممتعة. انظري، يمكنك أيضاً صنع البيض. واو، رائع جداً. هل يمكنني أن أستعيرها؟ لا يمكنك. البكاء لن يحل أي شيء، ولكن أنا يمكنني باستخدام ملقة ملح وفلفل. أغطية زجاجات بفتحات مثقوبة، وبعض العمليات المعقدة التي يمكن فعلها فقط بواسطة الكبار. يمكنني صنع لعبة تشبه تماماً تلك التي تحبينها. إنها تتطلب فقط الكثير من الجهد والخيال. فقط انتظروا وسوف ترون. تدا! ها هي. نضع بعض الصلصال في الداخل. هل أنت مستعدة؟ تحققي منها. الآن يمكن عمل تسريحة شعر. ياي! ماذا؟ ما هذا؟ قذر! قذر يا أمي، ساعديني في إزالته. علي رشوتك بلعبة، أليس كذلك؟ لنلعب. ما رأيك في عدة طبيب الأسنان؟ ثم نفرش أسناننا بعدها. هل يمكنك تجميعها جميعاً؟ بالطبع يا أمي، هل سوف تساعدينني أيضاً؟ فقط بعض الأقواس الجميلة ونكون قد انتهينا. ربما يمكنك الآن تنظيف أسنانك. لا، شكراً يا أمي. دعيني أريك ماذا سيحدث إذا لم تفرشي أسنانك. حسناً حسناً، سأفعل ذلك. هل فعلاً صعب جداً تنظيف أسنانك؟ إنه صعب جداً. أنا أعلم. سأصنع لعبة ستجعلها ترغب في تنظيف أسنانها باستخدام الورق المقوى والورق الملون وقطع فنية. وبعض الزهور الصغيرة وبعض العناكب البلاستيكية. قد يكون ذلك ممتعاً. هل تريدين معرفة ماذا سيحدث إذا لم تفرشي أسنانك؟ تنمو العناكب في فمك. لهذا السبب يجب تنظيف الأسنان. إنها ليست صعبة. الآن دورك. فرشي بشكل جيد. حسناً. أطباؤنا الصغار جاهزون. لنبدأ العملية. أولا، قطة صعدت على طاولة العمليات. مساعدتنا، لنجرب إجراء عملية لها. توقفوا! أبعدوا الأشياء الحادثة بعيداً عن الأطفال أيتها الأمهات. لدي فكرة. لنرى، ستحبين ذلك. هذه هدية لتسعدك. واو،
أحببتها يا أمي. سعيدة أنها عجبتك. وأنا. العملية ناجحة. شكراً يا أمي. هل يمكنك إسعاد طفلتي؟ بالطبع أستطيع. ليش دمار كافي لشراء لعبة لي؟ لنصنع مريضاً لمحاكاة عملية لك. سأساعدك في ذلك. نقص الجزء العلوي. نفرغ اللب. نضع بعض الوحل في الداخل وبعض خيوط الشعر وبعض المفاجآت المخبأة أيضاً. ونرسم وجهاً مريضاً. إنه بحاجة إلى عملية جراحية لنرى ما الخطب في دماغه. سأفعل ذلك بالنيابة عنك، فهذا حاد جداً. واو، هذا مرعب. تفضلي، ربما تجدين بعض المفاجآت. ماذا لدى الأمهات للغداء؟ معكرونة بالنسبة للأم الغنية. مثالي. شعرية فورية بالنسبة للأم الفقيرة. أوه، هذا مرة أخرى. هل هذا حيوان؟ لديهم أرجل مشعرة. إذن يحتاجون إلى مساعدتنا. أوه، توقفي. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى شيء ممتع. ماذا عن بطاطا للعب باليدين؟ عفواً، الدفع من فضلك. خذ أموالي يا صغيرتي، تعالي إلى هنا. اشتريت لك شيئاً ممتعاً. واو، رائع. ما هذا يا أمي؟ بطاطا شعرية. الآن يمكنك قطف شعري كما تريدين. ماذا يمكنني أن أفعل؟ أوه، ربما أستطيع استخدام القطة المضغوطة من خلف هاتفي القديم. لنخيط شعراً كافياً عليها. تعالي وانظري ماذا صنعت لك. واو، قطة مشعرة. انزعي هذا بدلاً من شعر ساقي، حسناً. أليس هذا ممتعاً؟ انظروا كم هو لطيف. هل أنتم مستعدون؟ هيا افعل ذلك. أوه لا، أطفال أشقياء جدا. أوه لا، الأمهات غاضبات جدا. سيعلموهم درسا. اهربوا. هل سوف تتوقفون عن الجري؟ لنصادر ألعابهم ولنفعل شيئاً بشأن ذلك. يبدو أن الأمهات قد فكرن في شيء لإسعاد أطفالهن. لنشمل بعض شخصيات راديو وبعض من أصدقائي الصغار أيضاً لجعل الأمر أكثر متعة. العمل الجماعي. لم ننتهي بعد. تحققوا من هذا. مسدس يونيكورن. لنشحنه. انضم إلينا. خذيه. أوه، أنا لم أحصل على لعبة. أريد واحدة. أوه، لا يمكننا تحمل سعرها، لكن لدي خطة أفضل. سأصنع واحدة لك باستخدام الكرتون والورق المقوى. يمكنني صنع مسدس رخيص خاص بك. وهيا لنستخدم الورقة المجعدة لشحنه. ماذا عن هذا؟ واو، شكرا يا أمي. هيا اذهبي وجربيها. انظروا، لدي مسدس فضائي صغير. رائع، صنعته أمي لي. حان وقت اللعب. الآن اختاروا أهدافكم. Yay! Yay!
الله، أليس هذا رائعا يا بيني؟ ماذا؟ جميع مجوهراتي الثمينة اختفت. لقد تمت سرقتي. ماذا حدث؟ جميع ماساتي اختفت. زلمة خطيرة. أحتاج الإضاءة المناسبة. هذا هو الجهد يا سيدتي. نعم، أرى ذلك. شكرا لك أيها الضابط. حسنا، تم حل المشكلة. هذا ما يحدث عندما لا تملكي مجوهراتك الخاصة بعد. لا لا، ماذا عن هذا؟ اللؤلؤ يبدو جميلا أيضا. لا، ماذا تريدين بالضبط؟ الماس. اختيار رائع حبيبتي. الآن أبدو فاخرة. اثنا عشر، ثلاثة عشر. يرقصني قطعتين من المكرونة. مرحبا أمي. هما هنا، أعطيني. ولكن ليس لدي أي مجوهرات يا أمي. أريد أن أبدو أنيقة أيضا. أعرف ما يمكنني فعله. ماذا عن هذه القلادة الملونة المصنوعة من مشابك الورق؟ وهنا هي الأقراص المتناسقة أيضا. انتظري، ما هي ساعتك الثمينة؟ يا لها من أم ماهرة. صباح الخير. هل هذه وزور؟ ماذا حدث يا حبيبتي؟ ياك، أو لا 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 لا، أخصائي تجميل. نعم نعم، بثور في كل مكان. انتظري، سيتم حل المشكلة. رجاء أصلحوها. مرحبا يا سيدات. عزيزتي، لا بأس، سأساعدك. نستخدم بعضا من أقوى الكريمات. من فضلك ابتعدي قليلا سيدتي. لدي المزيد من البثور. فقط لحظة. يجب أن يساعد الذهب في ذلك. ها هو قناع الذهب. ها هو يا آنسة. اختفت جميع البثور. ياي، حسناً، ودان. الفتاة الفقيرة سوف تلتقط صورة المدرسة اليوم، ولكن وجهها مليء بالبثور. يا إلهي، لا داعي للقلق عزيزتي، سوف تصلح أمك كل شيء. لنجرب الطماطم. بعض البقع الصغيرة هنا، ثم بعض العسل فوقه. الأم الفقيرة تجرب كل وصفة منزلية ممكنة. المايونيز. أمي، ماذا تفعلين؟ هذا يكفي. بشرتي نايمة. أمي، اختفت بذوري. الأم تعرف أفضل الوصفات غير المكلفة. أهلاً، هل تريدين أن تلتقي صورة سيلفي؟
مرحبا يا أمي. أوه، نحن نبدو جميلتين جدا. أمي أصبت. إسعاف، تعال بسرعة. ماذا حدث؟ هذا لاصق طبي بيض الثمن سوف يساعدك. هذا أفضل بكثير، شكرا لك. ولكن الأم بحاجة إلى علاج فاخر وأكثر جدية للمساعدة في شفائها. شكرا. ماذا حدث؟ أخرجوا هؤلاء من هنا. أنا بخير الآن يا عزيزتي. هذا سيكون عالياً للوصول إلى تلك الكعك. لذيذ. لا، لماذا قد يفعل أحد؟ العشاء جاهز. أعتقد أنني ضربت رأسي. فتاة حمقاء، خذي هذا سيساعد. هل هذه بازلاء مجمدة؟ الآن يجب أن تكوني بخير. لا 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 لا، أعطني. لا لا، أحتاجها للطبخ. بعض الحب الأمومي القوي دائما يساعد. الأم الثرية وابنتها لا يهتمان بالتنظيف على الإطلاق. كل شيء مجهز لهم. أوه لا لا، أنا آسفة جدا، سأقوم بتنظيفه. رائع، شكرا. ماذا؟ إنهم مشغولون جدا بهواتفهم ليلاحظوا أي شيء. يجب علي تنظيف كل هذه الأوساخ. بالطبع. أوه، أسقطنا بعض الرقائق. أيتها الخادمة، قومي بتنظيفها. ما أحتاج لذلك، لدي منظف خاص بي. مرحبا سيداتي. عفوا. ماذا؟ حسنا. أوه لا، الفتاة الفقيرة سكبت بعض الكولا. سأقوم بتنظيفها بجوربي. ماذا؟ ما هذه البقع؟ ماذا تفعلين؟ نظف الأرض. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أعتقد أن هذا هو السبب. هل لم أعلمك شيئاً؟ أوه، في الواقع ارتدي هذا. واو، يبدو أنها متعة كبيرة. سأقوم بتنظيف الأرضية بهذه الطريقة من الآن فصاعدا. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.